عايز برضه اسال حضرتك، او خلينا نكمل في هذا الاطار. اللجنه الخماسيه امبارح الحقيقه في حوار كابتن سيف زاهر مع كابتن محمد فضل، اتكلموا عن ان محمد فضل تحديدا اتكلم عن ان اللجنه الخماسيه خلال الفتره اللي جايه بتدرس الكثير من المقترحات، وهتقعد مع الانديه علشان تدرس مقترحاتها علشان تبقى جاهزه لفتره ما بعد. انا كنت اتمنى ان التواصل بالفيديو كونفرنس يتم مبكرا. بل ما يعني لما تخرج انت الناس فيقول لك هو النادي الاهلي عمل مجلس ليه بالفيديو كونفرنس؟ هو ده يعني ايه؟ هو ده وقته يعني؟ يعني ما انا مش فاهم. وبرضه يعني لما يخرج السيد عمرو الجنايني رافضا منطق التعامل مع الجمعيه العموميه بـ بـ بالفيديو كونفرنس، يعني ليه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ هل هناك خشيه مثلا من خروج الناس عن المالوف، من انها تقول يعني رايها على الهواء مباشره مش في قاعات في فنادق وحاجات كده؟ وبعدين خلي بال حضرتك يعني رؤساء اعظم 20 دوله في العالم بيشتغلوا اشتغلوا بالفيديو كونفرنس، عملوا اجتماع بالفيديو كونفرنس. طبيعي جدا يعني. ليه؟ لانه الحياه يجب ان تستمر تحت اي وطأة. ثانيا، لا توجد سيناريوهات الا ان تتحدث اللجنه ان المنظومه او الصناعه الكرويه المصريه هي نسخه من العالم. اقصى ما سمعناه، لانه عشان الاعلام على فكره، ولازم نقول لجمهور حضرتك كده، اللي هي فكره اجل غير مسمى. ليه؟ لان الاعلام يلح على الاتحادات القاريه مثلا، فيخرج الكاف ويخرج اليوفا الاتحاد الاوروبي لاعلان ان الاجل فقط غير مسمى، لكن الكلام واضح يا كابتن اسلام، لا للالغاء. هل بقى اللجنه هتخرج بسيناريوهات؟ هل ستتحدث زي ما تحدث الاتحاد الاسباني صاحب بلاده وصاحبه اعلى نسبه في الاصابات عن ملاعب معقمة؟ هل زي الألمان لما قالوا 4-4 ونحن لدينا الملاءه، وما حدش بقى يقول منين ويودي على فين؟ عندنا الأقل ملعبين أو 4 في اسكندرية وملعبين في السويس على أحدث مستوى، فنادق تبقى للإقامات وكأنها يعني بطولة مجمعة. أدي أول طرحة هو بلدي يعني. وبالتالي يا يخرجوا يقولوا لنا سنبدأ كذا، لانه العالم كله بيتحدث عن استمرار الموسم حتى لو 12 شهر، ما انت خسران ايه؟ انا مش فاهم برضه. ما عندكش اي مشكله؟ لا، عشان الموسم اللي جاي هناك ارتباطات كثيره جدا، كل الارتباطات اللي كانت موجوده السنه دي اتاجلت الموسم اللي جاي. والدوره الاولمبيه تم رفعها سنه، وبالتالي حتى مواليد 97 هيفضلوا يلعبوا، لانه اخر لقطه بالنسبه لهم كانوا هم اللي هيروحوا. ده قرارات يلعبوا، ودي قرارات منطقيه جدا. احنا بقى إما يطرحوا سيناريو يعني يصل للشارع ويصل للأندية، أو هي قول واحد لا شأن لهم إلا به، وهو نحن تبع المنظومة الدولية.